تماشيا مع تطبيق التعليم عن بعد، طرحت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مجموعة من البرامج التدريبية والتفاعلية لمنتسبيها من الأطفال والناشئة التي تسعى من خلالها إلى إشباع رغباتهم في مختلف المجالات والتي تساهم في دعم المهارات الفردية والقدرات الإبداعية لديهم. دورات تفاعلية متنوعة صممت خصيصا لمنتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، يقدمها مجموعة من المدرسين المتخصصين في تقديم الأنشطة والفعاليات التربوية والتعليمية، يستقبلها المشاركين عن بعد عبر المنصة الإلكترونية، يتلقون فيها كافة المعلومات التي تساعدهم على المزيد من التطور المعرفي بما يرتقي إلى طموحاتهم وتطلعاتهم. مجموعة من البرامج عن بعد استفادوا فيها أبنائنا في صقل مواهبهم واكتشافها من خلال تنوع البرامج اللي قدمناها، ولله الحمد النتائج كانت جدا رائعة. أيضا هذه الفعاليات كانت كلها عن بعد باستخدام، أو خلنا نقول استفدنا من مجموعة من الجهات ذات خبرة في تقديم هذه الفعاليات والبرامج. البرامج راح تتواصل إن شاء الله بإذن الله، وراح نستمر، ومثل ما يقولون رايح نواصل بعزم بإذن الله ونقدم برامجنا النوعية لأبنائنا، وإن شاء الله هناك الجديد قادم بإذن الله. في هذه الأوقات الخاصة حرص القائمون على البرامج التدريبية على المضي قدما في إثراء محتوى البرامج التدريبية للمؤسسة رغم التحديات التي تعيشها المملكة، والعمل على تطوير منظومة برامج التنمية الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال والناشئة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات. بحكم شغلنا في قسم البرامج والأنشطة تعودنا أن احنا نتعامل مع اليهال بشكل مباشر، بس حاليا بسبب الأوضاع الحالية قدمنا برنامج بالتعاون مع أكاديمية الأطفال وكان عن بعد أونلاين، تضمن العديد من البرامج التعليمية مثل العلوم والفنون والطبخ والرياضة، ولاحظنا تفاعل الأطفال معنا وتفاعل حتى المدرسين في الأكاديمية، فذي الشيء أحس بيساهم وايد في عملية التعليم عن بعد. في الفترة الأخيرة كانت عندنا مجموعة من البرامج الإعلامية، بحكم قاعدة الناس في البيوت تواجدها في السوشيال ميديا زاد، فحرصنا أن يكون في مجموعة من البرامج تنمي صناعة المحتوى عند المستفيدين من المؤسسة. كانت عندنا ورش في صناعة الأفلام، في تصوير الفوتوغرافي وتصوير المنتجات. الحلو أن بحكم الشيء كان عن بعد، أول مرة كان عندنا يشارك شخص من المستفيدين من المؤسسة يتواجد خارج مملكة البحرين حق العلاج، كان متواجد في الورش حضارها، شارك معنا استفاد، والحمد لله الحضور كان جدا ممتاز. تنمية ثقافة الأطفال والناشئة في مختلف النواحي وتحقيق التواصل والتكامل مع المجتمع يساهم بشكل كبير في إيجاد جيل واع قادر على مواكبة التطورات العلمية الهائلة التي يشهدها العالم. فكرة البرامج التدريبية التفاعلية عن بعد تم طرحها خصيصا لتساعد الأطفال والناشئة على استثمار أوقاتهم بشكل مفيد ومسلي ممزوج بالمتعة والفائدة في هذه الأوقات الخاصة بسبب جائحة كورونا. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.